الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قال إن الدين العام المحلي بلغ 2,200,000,000 جنيه فقط في الفترة من يوليو لغاية ديسمبر 2015، يعني مش ده كل حجم الدين العام المحلي، ولكن ده في الفترة دي من يوليو لغاية ديسمبر، وإن حجم الإيرادات بلغت 192 مليار جنيه، ووصل العجز الكلي ل 168 مليار جنيه، رقم يخض، رقم العجز 168 مليار جنيه ضخم للغايه. الدكتور العربي اوضح في مؤتمر صحفي لاستعراض خطه العام الاول من التنميه المستدامه 2016-2017 ان استثمارات القطاع الخاص في مصر بتمثل الجزء الاكبر في حجم الاستثمارات بقيمه 115 مليار جنيه مقابل 57 مليار جنيه استثمارات في استثمارات عامة بتتضمن القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة وكمان الشركات العامة. أضاف العربي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.5% في النص الأول من السنة المالية الحالية مقارنة ب 5.5% السنة اللي فاتت.